وفي أولويات عمل المحافظة والاهتمام بالجانب الخدمي، أعلن مدير ماء صلاح الدين المهندس محمد محمود الجبوري عن تشكيل لجنة تنفيذية لمد شبكة مياه منطقة الديوم في قضاء تكريت، مؤكدا أن الديوم ستشهد حزمة مشاريع خدمية ضمن قانون الأمن الغذائي تخدم جميع أحياء المنطقة وبحسب الأولوية والكثافة السكانية. بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيهات السيد المحافظ المحترم الأستاذ بدر الفعال وحسب المناشدات وكذلك ما قدمناه نحن كمديرية وكمركز ماء تكريت لأنظار السيد المحافظ، أمر بتشكيل لجنة تنفيذ فيما يخص مد الخطوط الموجودة في الديوم، علما أن الديوم هي تابع لمركز ماء تكريت ومركز المحافظة، ولها أهمية كبرى وكذلك منطقة ناشئة وحديثة ومأهولة بالسكان كذلك. فعملنا ماشي في هذا المنطقة، وإن شاء الله سوف يتم إيصال الماء لكافة الدور الموجودة في حي الديوم. أستاذ، بصورة عامة عن المشاريع اليوم في محافظة صلاح الدين. المشاريع بصورة عامة اللي موجودة على خطة الأمن الغذائي هي تعمل كما مخطط لها، والبعض منها تم افتتاحه وتم إنجازه، والبعض الآخر هو في طور الإنجاز ونسب إنجاز عالية جدا، وكذلك الموضوع متابع من قبلنا كمديرية وموجود كإشراف هندسي من قبلنا، وكذلك من قبل المحافظة ومن قبل السيد المحافظ شخصيا.